أحمد علي يحقق السلام في اليمن بشرط رفع العقوبات عليها، ويدعو أمريكا وروسيا للتوسط. لنشاهد التفاصيل. بدأ أحمد علي نجل الرئيس السابق علي صالح استجداء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للتدخل لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها بقرار مجلس الأمن الدولي، رابطا السلام في اليمن برفع العقوبات التي تشمل حظر السفر والنشاط السياسي وتجميد الأموال. أكد أحمد علي مخططه الانقلابي على الشرعية والرئيس هادي عبر خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، تضمن ربطه السلام في اليمن برفع العقوبات الدولية المفروضة عليه بقرار مجلس الأمن الدولي، وهي تشمل حظر السفر والنشاط السياسي وتجميد الأموال. وفي ظهوره الإعلامي الجديد بمناسبة الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، شكر أحمد علي روسيا على سعيها لرفع العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة عليها منذ 7 سنوات بعد أن وصل لقناعة بأنه لا جدوى من استمرارها حد وصفها. واتهم أحمد علي الشرعية ومن سماها بعض القوى بعرقلة رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ 2015 قائلاً: فرضت العقوبات لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل لمنع رفعها.